هذا السيد هذا اللي دخلني لدارو قالت لي مرتو صبري عندي ولي يدير لك هكذا ولي عاودي روح الكاش ناس هكا قعدي هكذا. قلت له ما قدرتش صبرت صبرت ما قدرت حتى صحتي ولات ما تتحملش هذا. كل يوم الصباح يكسر لي لما يعلم كاين يرقد ليل ونهار راقد. كنت نرفد الماء على هكا يكسر الكوزينه نرفد نخمل وما نقولوش قاع ما نهدرش معاه نقول خلي بالك ربي يهديه بالك ربي يهديه. بابا كي ادرى حيموت وصاه قال خوه الله يرحمه مات موراه اخوه قال له وصيه قول له يطلع في الدار ويطلع في يمه. كنت من تمنيته يخرج راجل نتكى عليه. شو المخدرات وش تدير؟ شتو الانسان كي ما يعسش وليده من الصغر كي يكبر وش يدير فيه؟ خالتي فاطمه. نعم. طلع ربي يصبرك. هذا الولد اذا ما قدرش عليه باباه الله يرحمه خاوته انتيا القانون يقدر عليه، رحتي اشتكيتي به.